جينا هلا الصبح ولقينا المخربين هالتنظيمات المسلحه هي اللي صار لها بتهددنا اكثر من 3 شهور. كانت بالاول مظاهرات، اول ما طلعت المظاهرات قلنا ما مشكله مظاهرات وعندهم اصلاحات وعندهم مطالب. طيب الرئيس عطاهم كل شيء، عطاهم مراسيم، عمل لهم مراسيم، عمل لهم شغلات كثير من الاصلاحات، ليش هالمظاهرات اللي عم تطلع؟ ليش هالتنظيمات المسلحه هي؟ ما عرفت انا ليش، شو بدهم اسا اكثر من هيك؟ بدهم يخربوا سوريا، بدهم حريه؟ هي الحريه، هي الصوره اكبر دليل واكبر واضح انه نحن نشوف شو هي الحريه، هي الحريه اللي عم ينادي فيها الغرب. شي بقوة السلاح، هجرونا من بيوتنا، هجرونا من بيوتنا أكثر من هيك؟